السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى اخوتي انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. نزولا عند رغبة ديال العديد ديال الاصدقاء ديال القناة، تقررت باش ندير الحلقة هذه باش نجاوب على بعض التخوفات ديالهم فيما يخص دخل المواطنة وماذا سوف يؤول اليه من مآل في ظل الازمة ديال الحكومة اللي كاينة دابا. اللي نبغي نقول الاخوان ديالي اللي كاينين اللي تتبعوا القناة، راه هذا الدخل ديال المواطنه راه ما غادي تجرى عليه دابا هاد الساعه هادي، راه غادي يبقاو الناس يتخلصوا ماشي بهاد السرعه هادي كما تتهيئ لكم، يعني لان الازمه راه كاينه ازمه حكوميه فعلا، ولكن انتخابات ومن سوف يحكم ايطاليا بطبيعه الحال هذه مسائل سابقه للاوان ديالها، مازال باقي بزاف ديال الشهور على ما بال انه تكون فعلا نيت، تقدر تكون فعلا نيت حكومه جديده وتكون فعلا الطلاق ما بين لا ليغا نورد وما بين تشينكويستيلي. هادشي مازال باقي ليه الوقت، يعني خلاص الناس اللي تيتخلصوا في دخل المواطنه بطبيعه الحال غادي يبقاو تخلصوا حاليا، غادي يبقاو تخلصوا، الامور هي كما عليه. اللي كاين هو فعلا كاين لا ليغا نور تتقول بانه خصنا نفيريفيكيو هاد الدخل المواطنه، خصنا نعرفوا الناس اللي يستاهلوا انهم ياخذوا هاد الدخل هذا، ولو انه في بعض الاحيان دخل يعني هزيل بزاف، خصنا نعرفوا، قالوا خصنا نعرفوا شكون اللي يستاهل او ما يستاهلش ياخذ هاد الدخل، خصنا كذلك نكثروا من المراقبه يعني ديال الناس اللي عندهم دخل مواطنه او ميم طون تيمشيو تقوموا باعمال اخرى يعني تحتالوا على القانون. وبطبيعه الحال تقولوا كذلك يعني غادي نشوفوا حتى الناس اللي محتاجين ديجا عندهم مثلا دخل مواطنه ياخذوا مثلا 500 ولا 400 ولا 300 مثلا، غادي نفيريفيكيو الا كان يعني انهم يستاهلوا انهم ياخذوا اكثر، راه غادي نعطيهم اكثر يعني نزيدوهم في هذاك الدعم ديال هذا الدوله. يعني ما تكون عندكم حتى شي تخوفات، حد السعر الامور تبقى غاديه هانيه نورمال، اللي تتخلص تيشد شي حاجه غادي تشدها، ربما تقدر تكون ناقص لي شي شويه وناقص لي شي 100 ولا 50 اورو، هذه ممكن تقدر تكون حتى 200 اورو ممكن انها توصل انه ينقصوها من هذا الريديتو، ولكن ما نظنش انه غادي يحيدوا لك الريديتو كامل. طبعا الحل الا كانت شي حاجه راه غادي يعيطوا على الناس يفسروا لهم هذه المساله هذه. حتى كذلك يعني كاين بزاف ديال الحوايج مازال باقا ناقصه، مازال خاص ديكريتوات اخرين في هذا الديكريتو هذا، لانه لحد الساعه راه باقي ماشي قانون، هذا الديكريتو باقي غير مرسوم قانون وليس بقانون، ديكريتو دي تشيطا ديال داخل المواطنه. المهم ما تكونش عندكم ما تخافوا من حتى شي حاجه، الامور غاديه يعني عاديه، ما يمكنش انه غادي يجيو يحيدوا الدخل ديال المواطن اللي هو من التوقيع ديال حركه خمسه نجوم. نتمنى انني نكون بعجاله عطيتكم واحد الخبر، والخبر اللي غادي يفيدكم بطبيعه الحال. نتمنى انكم تشاركوا في القناه وتدعموا القناه فضلا لا امرا بطبيعه الحال. واخيرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.